السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ما عليكم بهالهوسه اللي وراي. طبعا اكو بعض الكلمات المتشابهه باللغه الروسيه، يعني قريبه بالمخرج باللفظ وتسبب ارباك. واحد من الناس انا صارت وياي، راح اذكر لكم اياهن. اذا الكلمات هم تتعلمون وهم يشوفون شنو صار وياي لعله يفيدكم بموضوع الرابط الذهني. طبعا اكو كلمتين اللي هي بو ديل نيك. بوديلنك، بوديلنك يعني منبه، تمام؟ بوديلنك هسه حفظناه منبه. اكو كلمه ثانيه اللي هي باني ديلنك. باني ديلنك معناها يوم الاثنين، حلو؟ واحده بالشرق واحده بالغرب، تمام؟ بس باللفظ متقارب. الموقف اللي صار وياي في احد الايام بالقطار بال 2015 16، كنت يعني استمد اتعلم لغه روسيه. دق الموبايل مالتي، انا مسوي منبه ناسي ما ادري، فباقي مو شايف متخلون ريبيت فد 5 ايام يبقى نفس الوقت يدق حتى بيوم العطله مرات تنسو. انا مسوي 7 ايام بالاسبوع اقعد بهيج وقت. اوكي، دق المنبه، فهاي اللي تشتغل على كل عربه، كل فاغون بيها وحده، يعني شلون يعني تهتم باداره الموضوع، هي كل شيء. فاجتي صوت عالي، واحنا مو كوبي يعني بهاي مقاعد يعني جلوس، اوكي؟ فصوت المنبه عالي جدا. اجتي انا بين نايم بين قاعد، يعني ما انتبهت جدا، راحت عليه. اجتي قعدتني، قالت لي مولودوي تشيلافيك. طبعا مولودوي تشيلافيك يعني ترجمتها الحرفيه، انا اترجمها شلون عندنا ابو الشباب هيك تقريبا، مالدوت شلافيك يعني ابو الشباب. اقعد لو تجاوب على تلفونك لو تسده، اوكي؟ يعني انه سوده سوه هوسه باختصار. فاني صرت لبق يعني شويه، وقلت يعني احكي او اسولف. فقلت لها لا، هذا مو التليفون، يعني هذا المنبه. هذا اقول فش قلت لها اتا باني ديلنك. يعني شنو باني ديلنك؟ صفنة بوجهية. شنو باني ديلنك يعني يوم الاثنين؟ احنا وين بدنا نحكي على المنبه؟ شنو يوم الاثنين؟ شنو الخرط هذا يعني باختصار؟ فبعدين صفاني ثاني، قلت له شنو شغيله ثاني؟ باني ديلنك. زين، طبعا هما ان شاء الله الحلوين بهم ما يضحكون، يعني الا انت جوز تضحك يلا هم يضحكون. اما هما مثلا اذا لو يجي واحد روسي او واحد كردي او واحد تركي يجي للعراق ويحكي مكسر، كله تضحك عليه، تمام؟ فضحكت انا بوقتها، ضحكت هي، قالت انه اوكي هذا يصير، يعني يصير عادي، الاجانب هواي يتوهمون بكلمات. فعندنا كلمتين، واحده بالشرق واحده بالغرب. باني ديلنك يوم الاثنين، بوديلنك منبه، تمام؟ فهذني الكلمتين ارجو راح اخليهم بالوصف، حفظوهن يفيدا لعلهم يتوهمون بهن مثل ما انت توهمت. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات لاحقه. في امان الله. باي باي.